صلاح الدلفي، مين أحكم حكماء الأرض؟ أحكم حكماء الأرض سقراط. أتينا يا أتينا، أنا واللي مثلي عملناك أتينا، جعلناك مدينة الفلسفة والحضارة، سياسيين شرشحوكي، خلوا عسكر سبرتا المتوحش يدعس ترابك. رجعت أتينا، رجعت أتينا، رجعت أتينا، رجعت، رجعت، رجعت أتينا، نصرت سبارتا، سبارتا، سبارتا انتصرت. شمس الحضارة رجعت أتينا، لأنه أتينا نازلت عن عظمة أتينا، ديمقراطيتها غرقت بالفوضى، مطلوبين حاكمين والشرفة محكومين، مطلوبين حاكمين والشرفة محكومين. هربوا هربوا، شوفي يا برات سكرات، عسكر سبارتا، عسكر سبارتا، خيل رجال سيوف وما تهربوا، هربوا. سقراط انت اللي دخلت سبارتا، انت اللي زعزعت الدين،
بسبب تعاليمك غضب الآلهة حل علينا. لازم يتحاكم سقراط، لازم يتحاكم سقراط. يا أنيدوس أنا مكلف في رسالة سماوية جاي اهدي الناس للبساطة. أي بساطة؟ غيرت عقول الشباب بدل ما تجدد الناس حتى تقاوم. فرقت الابن عن بيو وسرقت الخي من خيو. لازم يتحاكم سقراط. مش وحدة مش وحدة مش وحدة يا أنيدوس، يا أنيدوس مش وحدة. يا أنيدوس انت زعيم الحزب الحاكم والديمقراطي الكبير، ليش ما دفعته؟ ليش ما وقفته؟ ليش ما دفعته؟ ليش ما وقفته؟ انت بجيش سبارتا مثل عصافير انهزمته. انهزمنا لأن الأعداء بالداخل سقراط وتلاميذه وأولهم كريتياس هشموا الديمقراطية. كريتياس كريتياس جاوب يا كريتياس. يا أنيدوس انتوا الحزب الديمقراطي ما عرفتوا حكمتوا سببتوا هالحرب. يا كريتياس انت اذا حكم كيف بتحكم؟ Thank you.
انت سقراط. يا أتينا وأعزل عليك وانكسرتي، دمك صبغ الرمل بسيف الغالب لسندر. تحيا سبارتا، تحيا سبارتا، تحيا سبارتا. يا أتينا شروط الصلح، تهديم الأسوار، تسليم الباقي من الأسطول والأراضي، معاهدي معنا على الحرب وعلى السلم. للسندر، للسندر، للسندر. نحن بأتينا عنا حلفاء وأصحاب، وهن اللي رح يحكموا بالتشاور معنا. حاكم أتينا جديد يتفضل يستلم الحكم. كريتياس، تلميذك يا سقراط، تلميذك. السلطة الممنوحة لي برسم كريتياس، حاكم عاتينا. يا شعب أتينا، من مجد الحضارة، من قيام التاريخ، حمل لك النبالي، جايب لك الحرية. ومن هاللحظة حزب الأليغارشي، حزب النخبة الغنية، استلم الحكم. أعضاء الحزب الديمقراطي رح يتحاسب في إعدام وفي منفى. بدون محاكمة؟ طبعاً في محاكمات، بس بدل ما نسلقها مننفذ بالأول ومنحاكم على رواق. انتصم الميزان بأتينا، عدالي عصمت عينيها، حد السيف بينبع دم حتى يرتوي القانون. عاش كريتياس، عاش عاش عاش. انا السلطه، رح بيساعدني بالحكم مجلس مؤلف من 30 وزير اسمه حكومه الـ30. باسمي واسم الـ30 بشكرك. عاشوا الـ30، عاشوا زهر البساتين، عاشوا. والشكر الأكبر لسبارتا، قائد جيش سبارتا، بالسندر. تحيا أتينا، تحيا سبارتا، تحيا سبارتا، تحيا أتينا، تحيا سبارتا. بلشت عهدك بالدم يا كريتياس. بلشت عهدي بالقانون. إذا سألتك بين القانون والضمير، أيه هو بيتقدم؟ يا أفلاطون، يا صديقي، أنا هلأ حاكم والقانون فوق الجميع. لأنك حاكم، بين القانون والضمير بيتقدم الضمير. يا كريتياس، يا تلميذ امبارح وسيد أتينا اليوم، يلي قدرت توصل للحكم بس ما قدرت توصل للحكمة. من هالبداية الدموية شايف نهايتك التعيس. نخب هاليوم الممجد، تحيا أتينا، تحيا سبارتا، كاسي أتينا، كاسي سبارتا. أتينا المدى من رباب التدى، يا صباح الملاحم السعيد، سبارتا الأهل والسلام الغطاء.
موج الفينيقيين جايين يهنوا. صحايف صحايف مين؟ صحايف كريتياس ولساندر وسبارتا. أنا ميليتوس الشاعر رح أكتب المراثي لأجلك يا أتينا. لكن سقراط ضل يقاوم ضد الكل، ضل يقاوم لا من أجل المال لا من أجل السلطة، إجا حتى يكون الضحية، لأن الحقيقة العقل الحرية بدن ضحية، وهو جاي يكون الضحية. عندك مهمة جاهز تتوجه على سلامين، بتسلم ليون الديمقراطي هالرسالة، في ثورة عم تتحضر. تحيا الديمقراطية. ولأجل سلامتك ما ترجع، التحق بثوار الجبال. حاضر. ميليتوس غريب، لحد هلأ ما اعتقل لي كريتياس. أكيد بده منك شي كريتياس، مش لازم يبقى سقراط اللي مش لازم يبقى، لأنه هو العقل اللي بيحرك حكومة الثلاثين. سقراط ساخر هدام وما بيآمن بالآلهة. ليش أنت بتآمن؟ المهم الشعب آمن. إله للحب، إله للحرب، إله للطب، كل شغلة ولها إله. وهالشعب المعتر نازل صلاة ودفع دورات، قليل المرأة اللي ما بتحبل بتندر لإله. يا ابني هالآلهة هودي كلهم عم يشتغلوا لمصلحتنا،
ماسكين بواسطتهم الناس. هيك يجي سقراط بإله واحد يفرط لنا ياهن وتفرط السيطرة من بين إيدينا. اتركه يتفلسف، شو رح يطلع منه؟ لا، هيدا ما بينترك. بعد هزيمتنا مع سبارتا الشعب بده ضحية، ضحية مسؤولة عن الهزيمة، ضحية على مستوى أتينا. والضحية سقراط. قليلي، أنا أكبر تاجر جلد وزعيم الديمقراطيين، سقراط أخذ لي ابني، غير له عقلاته وصار من تلاميذه. قال عم يفتش على الحقيقة، صار يحتقر المال. أنا لمين عم بجمع هالثروة؟ صار لازم نتخلص منه. وتاجر الجلد لازم يهزم الفيلسوف. حدا قطفك اليوم؟ يا معلم، الغرباء مثل الصدفة، ما منعرف أي متى بيمرقوا. وبين الغرباء في ناس تقطف الوردة وبتدفع تمن اللزي. ورجال أتينا خايفين، قعدوا بالبيوت. يا تيودورا الحارة مثل أفريقيا، الجيش تعيس اللي ما بيغامر من أجل عيونك. الحب والمغامرة ما بيفترقوا، يمكن الحب هجر أتينا، يمكن قالوا رجال بأتينا. الرجال الوحيد هو أنت يا معلم. كلمة معلم وقف سد بيني وبينك. لحظة صدق كل سدود العالم بتنهار. مرات الإنسان يا تيودورا بيحبس حاله بكلمة بيقولها. أنا بقعد بهالليالي بتأمل بكلامك إلي ولفتيتك صوبي، بحسها مثل الغيم اللي مبطن بالشتة بس ما بيشتي. شو هالجرس يا تيودورا؟ كل ما سمعته بيهرب قلبي. شو هالجرس يا أفلاطون؟ هيدي أجراس الرعب يا معلم، كل ما دقت بيصيروا الناس يستفقدوا بعضهم. أجراس كريتياس عم تاخد الناس. كريتياس ما وصل للمعرفة، والعمل الصالح مستحيل بغير المعرفة. لوين؟ اسمك زانفون وجاي عأتينا. شو جاي تعمل؟ جاي يفتش على الحقيقة. وصلت الحق أفلاطون؟ نعم يا معلم. هيدا رفيقك زانفون. Thank you.
الطالع المختار للإنسان اللي جاي. إذا غيرنا أتينا من غير كل العالم. بدنا الحكمة والبساطة. إذا شفنا المحلات التجارية مليانة بضايا، شو منقول يا أفلاطون؟ علمنا سقراط نقول ما أكثر الأشياء اللي مني بحاجة إلها. ما هيدا وكيله بدنا نغير أدينا. بدنا نغير أدينا، بدنا نغير أدينا. يا عالمنا القديم بدنا علينا تتغير. للحقيقة بتتخبى وللحرية بتتأثر. ما بيوقف بوش سيوف ولا خيل ولا عسكر، لا سيوف ولا خيل ولا عسكر، لا سيوف ولا خيل ولا عسكر. يا عالمنا القديم بدر علينا تتغير. للحقيقة بتتخبى وللحرية بتتعشر. ما بيوقف اللي يا سقراط، شو رأيك بالديمقراطية؟ يا صديقي، حسنات الديمقراطية إن حكم الأكترية، وسيئات الديمقراطية يا تيودور الحلوة، وسيئات الديمقراطية إن حكم الأكترية بتخلي الكمية تحكم النوعية. سقراط، نحن الديمقراطيين إذا رجعنا على الحكم أول شيء من حاكمك. أنا اللي بدي حاكمكن أنتو الديمقراطيين، وبدي حاكم كريتياس الحاكم باسم اليمين. أنا بدي وعي هالشعب تيقوم يطرد التجار وهالطقم السياسيين. يلا يا معلم، يلا يا معلم، صار مدى ثورة هالظلم تهدم. يلا يا معلم، يلا يا معلم، يلا يا معلم، يلا يا معلم، صرت الثورة هالظلم تهدم. يلا يا معلم، يلا يا معلم. يا ناس اندبوا، سقراط الكافر قاعد عزوق ويحلل ويحرم. يلا يا معلم، يلا يا معلم، صرت الثورة هالظلم تهدم. يلا يا معلم، يلا يا معلم. أنا ابن آني تركت ثروة بي وجاي حتى تهديني عالحقيقة الأزلية. يلا يا معلم، يلا يا معلم، صرت الثورة هالظلم تهدم. يلا يا معلم، يلا يا معلم. يا ابن أنيتوس على حيط الهيكل بدل مكتوب اعرف نفسك. شو مبسوط هيك داير توعظ لشغلي ولعملي؟ مش احسن ما نقعد نتناقر طول النهار؟ وضروري نتناقر. استحليت شوفك بهالبيت. لك استحلي ما تشوفيني بالبيت. النسوان بيدفعوا حتى يهشلوا رجالن، انا مريحك مني ببلاش. البيت سجن العظماء. لك وين عم يحكي؟ انت يا ابن أنيتوس شو عبالك؟ بيك بيجرف المال بالرفش. كلكن اهلكن اغنيا. سقراط مين بيعيش لولاده؟ ها ضليتكن تهوبرولو حتى برم راسه. لا يا كزانتيبي، احترمي المعلم. يا افلاطون اللويقه، رح تضل تتفلسف حتى تخرب الدنيا. روح اشتغل لك شي شغلي. روح، فيلسوف ما له مستقبل. فيلسوف ما له مستقبل يمكن، بس المستقبل له. يا كزنتيبي، لا انا ولا انت رح نتغير. عارف حالك حكي وبس. ليش تجوزني؟ تجوزتك حتى اتحمل عن كل المعطرين اللي تجوزوا. اي روح، كلهم بدهم راسه. نزعت لهم ولادهم. شوف شوف قدام الكل عم بقول لك، انا اول وحده بدي اتشكى عليك.
اتركوني انا وياها. هيدي تيودورا شو عم تعمل هون؟ تفضل اشحطها. وين ما اختفى رجال من بيته بيلتقى عندها. المهم عم يلتقى. في رجال عم يختفوا من نص بيوتهم وما بيعودوا يلتقوا. شفت كيف؟ شفت كيف بس جيب لك سيرتها بتولع؟ هي بتولع. اه؟ بتشرقت بالفلسفة تيودورا من التلاميذ. من التلاميذ؟ شو؟ كمان صرت تعطي دروس بهيك الشغلة؟ تلميذة فلسفة يا كزنتيبي. ايه وفلسفة رح يطلع منك ومنها. يطلع بيطلع تغيرت. أنا شغلتي غير الناس. غير أوضاعك بالأول. كريتياس تلميذك صار حاكم. خلي عندك مستشاره. بدك تزربيني فوق؟ على القليل بتنضب. ليش اللي فوق بينضبوا؟ ما دامك شاطر بالحكي، اشتغل بالسياسة، عمول وزير. شو؟ كلن دبروا حالهم إلا نحنا. نسوان الوزراء مش أحسن مني. كنت أهم من الكل. أنت مرت سقراط. نحلي هالفلسفة ودير. بشرفك. لو أنا فيلسوفي كنت بتقعد معي ولا ساعة. شفت شفت يا كزنتيبي، أنت بتعرفي أنا مشكلتي الفضيلة وآتينا. يا خوفي يا سقراط تتركني وتروح تاخدك مني آتينا. كون بدي روح ما أنت آتينا. ولا سقراط دوختني بهالكلمة. مش هي اللي هيك بحياتك. لاحقني بهالكلام العويز. اللي من هالحكي اللي بفرفح. المهم حاجة عني. عندك بيت ملك وبتعيشي من فايدة مصرياتك. كنتي مسؤولة عن ولادك وبس. أنا كل شباب آتينا ولادي. آه يا شايب تاريك ملحق على الكل. ولادي بالروح يا كزنتيبي. يخرب بيتك شو نمس خلص حاله. تيري صحيح عم بغير عقول الشباب ومعهم حق الاهالي يقوموا ضدك. كوستا ابن ياني بابادوبولوس العقوبة إعدام، التهمة ديمقراطي. أيمانوس ابن ديب ديابوس العقوبة حبس مؤبد، التهمة جارو ديمقراطي. وسع الظلم انكسر العدل اسودي يا آتينا. ألكسندروس وغريغوريوس من حكومة الثلاثين مدعوين يوم الثلاثاء إلى سبارتا لتوقيع المعاهدات. كيفك يا معلمي؟ وكيفك يا كزنتيبي؟ إذا بعدني معلمك ليش هالظلم؟ ليش بعد أجراس الموت عم بتدق بآتينا؟
شو بعد مرت وسيفك من دم الديمقراطيين؟ الديمقراطيين اعدى النظام. كريتيوس، هل بحق لنا نلغي انسان اذا كان رايه بخالف راينا لاجل الصالح العام؟ هل في حكم صالح بيقرر يقتل؟ بس الحريه مؤمنه للجميع. حريه شو؟ حريه الحب، السهر، يتاجروا يحتكروا، رفعوا الاسعار، ما قلنا لهم شيء، رابناهن وتركناهن. بس السياسي يتركوا لنا اياها، ما حدا يتعاطى بالسياسي بيعيش مرتاح. شعبنا بيحب السياسي. عم تعطي نص حرية يعني عم تسمح بنص عبودية. بعدك بالكلمة، حكمي بلا السلطة وهم. سقراط قوم سد العصر الفيلسوف برمح المحارب وانضم لقضيتنا. عمرك أطول من عمري. هلا كنت بعدني عم بقول له خليه يدبر لك وظيفة. شو قضيتكن انتو وحزبك غير التنكيل بالناس؟ نحن كل واحد اختار فريقه. انت الك قصر الحكم وانا الي ساحات اتينا. انت الك الاغنية وانا الي الفقرا. يعني بدك الشعب، بدك الاكترية اللي بتعبد المال والتزلف. اذا هيدا رأيك بشعبك ليش باقي بالحكم؟ انا رضيتي عظمة اتينا ومجدها. هيا مجد، كيف بترضى تحكم وبلدك ما عنده سيادة؟ يما سيادة الأم انقلبت وصارت سيادة السياسيين. يا اعتبارا من اليوم ممنوع التجمعات، ممنوع التظاهرات والتعليم بالساحات. سامع يا سقراط؟ يا روح ضيعان العلم فيك. أنا كل عمري أقول إنه ما بيصير زلمي. أحاجة تقول هيه صار حاكم؟ أنا ما قلت ما بيصير حاكم، ما بيصير زلمي. اعتبارا من اليوم حكومة الثلاثين تمنع التجمعات، تمنع التظاهرات. اعتبارا من اليوم ممنوع التجمعات، ممنوع التظاهرات والتعليم بالساحات. لو في خبيك بالكذب خبيك، اعمل شعري غيمي تطلع وتمحيك، وتروح الايام وترجع الايام وانت مخبى قلبي وعيوني تحميك. لو في خبيك بالكذب خبيك، اعمل شعري غيمي تطلع وتمحيك، وتروح الايام وترجع الايام وانت مخبى قلبي الحقيقة يا حبي دمع الناس.
خلي حزن الفقراء يدهب ليالي، خليني بقلبك وبقلبي خليك، لو فيي خبيك بالكذب خبيك، اعمل شعري غيمي تطلع ضحيك وتروح الايام وترجع الايام وانت مخبى بقلبي وعيوني تحميك. بعت لك هالكتب كمان كتب، وين بدي حطه؟ فرشنا صار ورق. فوت حطهم جوا، فوت. خلي لي مطرح تأمره. تعال شوف شو قال أفلاطون؟ ما اخترع حب جديد؟ ايه الحب الأفلاطوني. شو كمان مسميع اسمه؟ الحب الأفلاطوني هو حب الجمال المطلق والأشكال السرمدية، هو امتلاك الخير المطلق. ايه يعني من بعيد لبعيد، يعني ما بده يتجوز. ايه الجايزة مش واردة عنده. وابن أنيتوس تعي تنجوزك. أنا اتجوز هالغيشي. وإذا غيشي بيو عنده أرزاق الضو القمر. إيه؟ ساعتها ليش هو؟ بستقرب على بيو. ويلي تيودورا بتحبي مجوزين؟ المجوز بيطلع منه أكتر ولسانه دافي. وعمو سقراط لسانه دافي؟ سقراط هيدا المعلم ما بيحكينا إلا بقضايا العقل. سقراط بيحكيكي بالعقل، وأفلاطون بالحب الأفلاطوني الصبية حلوة ما حدا بيحكيكي بالغرام. شو قاعدة تعملي بيناتنا؟ يلا شو وين حطيتون؟ شفت النار انطفت تحت الطنجرة؟ ايه ولعت فيهم النار. ولك عفيك، شو بتحب القراية؟ بدي لزمك مكتبة سقراط. هنيلي معلمك عهد تلميذ. تعال شوف. نعم بدنا نجوزك. ها لا انا تجوزت الحقيقة. وقطيعة ما حدا منكم بده يتجوز حتى يجيب اولاد؟ ومين بده يشحت هالجيش اللي قاعد عنا؟ مين؟ ها زنتيبي. ايه؟ جوزك سقراط عامل مستشارك لتياس وحكومة الثلاثين، ما رح يخلوا ولا ديمقراطي بقتينا. زنتيبي. ايه؟ خلي يخفف لهجته شوي، كريتياس ضده والديمقراطيين ضده. زنتيبي. ايه؟ المعلق بتيودورا عم بيقولوا انك انت معلق فيها. انا فشر دخلي عشو داير يوعظ عن الفضيلة؟ دخلك وعشو عامل حالك انت زعيم ومغزلجي وتاجر جلد ولك أدخن ست بتحب الهدايا؟ أنيتوس عندي سؤال. أنا هلأ بدي أسألك. ما تسألني أنا ما بعرف شي. أمي كانت داية تخلف الناس وأنا مثله، بس بخليلن عقولن تخلف. أنا بسأل والإنسان بصير يتذكر الجوابات. يتذكر؟ إيه لأن المعرفة تذكر. كيف كيف؟ اللي منسميه نحن تعلم هو بالواقع تذكر، منكون تعلمناه بحياة سابقة. كفر كفر، شفتوا الكفر؟ بتآمن بالآلهة؟ هالكون العظيم هالتناسق العجيب
ما بيصير إلا ما يكون في إله خلقهن. يعني إله واحد. مظبوط، إله واحد. سمعتي جوزك؟ حاجة تفنس كسقراط. كيف إله واحد خلق السما والأرض ونحن عنا شمية مش قادرين يزبطوا لنا طريق؟ تفضل. مش حرام سالي بعقول هالشباب تاركين أهلن ولاحقينك من ابني وجر؟ تعال أنت شوف. تعال. نعم يا أبتا. يا أبتا تعال هون. يا ابني نحن تجار جل، ليش ما بتمسك هالمصلحة عني؟ مصلحة كلها ذهب. يا ابني نحن شو بدنا بالفلسفة؟ أبتا الذات العظمى التقوقع الكوني. بس 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 يقصف عمرك، شو عامل لي بهالصبي؟ هبلته. انت ما عم تفهمو، انت تاجر جلد وعلى عشرة جلد الجواميس جو مسهل. لك الحق مع اللي بيقولوا عنك فاجر. تيودورا الحلوة الفلسفة بتقتل الأنوثة. موت مش رح خليها تحبك. وانت يا حلوة شو بدك بالفلسفة؟ موت عمو، ما كل الناس عم تتفلسف. يا أنيتوس انت مفتكر انه السعادة بالمال وبالنفوذ؟ انا بقلك أقوى شيء اللي ما بده شيء. افتحوا عيونكم للنور وعن الحقيقة ابحثوا. الآلهة ما عنده شيء تعطيكم إياه. شغلوا عقولكم ويا ويل بكرة إذا اشتغلت ملايين لعقو. شوي عمهلك عالغني، موسيقى مرصود عرنين الكواكب والحركة الكونية. يا صبي شوي عمهلك عالغني، موسيقى مرصود عرنين الكواكب والحركة الكونية. أنا رح ألف كتاب سميه الجمهورية عن مدينة ببالي بتلمع مثل الحرية، مبنية على العدالة مكتوبة على الضمير. لا حروب ولا رشوة، لا غني ولا فقير. ويا هاللحظة الغريقة بسكون الموسيقى ودينا على الحقيقة. صبي شوي عمهلك عالغنية، موسيقى مقصودة عرنين الكواكب والحركة الكونية. على أي شط المدينة موقعها بالداخل، لأن المدن البحرية بيجيها أجانب بخيال الأجانب عجايب وغرايب. بخيال الأجانب عجايب غرايب، بخيال الأجانب عجايب غرايب. خبرنا يا أفلاطون بهالجمهورية عن طريقة الحكم رؤساء الدولة. بهالجمهورية رؤساء الدولة ما عندن فلوس ومش لازم يتجوزوا، مش لازم يتجوزوا، مش لازم يتجوزوا. حتى قرايبهن وولادهن ما يستغلوا السلطة. حتى قرايبهن وولادهن ما يستغلوا السلطة. جمهورية
القسمة ولا وينيك أو لك حقيقة أو مش حقيقة والكسمة حلوة مثل الصبيق بيها السهري غنينا كتير عن جمهوري حارس الضمير بيها السهري دولي رئيسة فقير وفيها القانون بيمشي عولاد الوزير قولت في دولي رئيسة فقير فيها القانون بيمشي عولاد الوزير ده رشوي فيها ولا محسوبية ما حدا بيتعدى اسم الحرية قولك بتصير او ما بتصير واذا بتصير دخلك وينيك 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 قولك وينيك يا زمان فتش تنفتش عجمهورية ما منعرف اسمها ولا وينيك قولك حقيقة أو مش حقيقة والكذبة حلوة مثل برد ليل وجلسة مجلس الثلاثين برئاسة كريتياس يا رئيس المجلس وين بقية الوزراء؟ غايبين وين سبيرو؟ معتكف بقبرص قسطنطين؟ قسطنطين أخذته مرته على مصر شو؟ ميخايلوس تيكينوس راح يتصيد بسبارتا بس يا بس شو بدي اقول لك يا كريتياس انه ما في نصاب حضرتكم ونحن 12 من اصل 30 في نصاب انا متفرج وبس انتوا 12 بحريه عنا اليوم قضية وحدة وهي قضية إعدام ليون ديمقراطي ومصادرة أراضيه الأراضي اتصادرت وانباعت انباعت؟ فإذا منصوت حتى يكون القانون بجنبنا ومنصدق على إعدام ليون ديمقراطي مين بيوافق؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش وتسعة عشر ثلاثين أها بالإجماع ثلاثين مسكين ليون الديمقراطي ما كنت بحب إنه يخلص لكن هيدي إرادتكم منوقف لحظة صمت عن نية ليون تفضل تفضل روح ارتاحوا تعبتوا ضابط قصة امرك يا كريتياس رجالك يا كوستا يعدوا لي خيالات الناس بدي اعرف شو بيحكي الرجال ومرته مين اللي بيفكر يتمرد مين معنا مين علينا بقيوا اللي معنا وخلصوا اللي علينا راحوا على المنفى راحوا ابعد كيف راحوا لما بيجي الوقت الإنسان بينضج مثل التفاحة وبيقدم عنقه للإيد اللي جاي تقطف كلامك جرحني لكن شو بدي أعمل؟ كان لازم يروح
سفرناهن، غطيناهن بورق الحور وصلوات الحزن ومجد أتينا العظيم. يا كوستا زحولي سقراط. سقراط شعبيته قويت، واليوم عم بيعارض إعدام المرحوم ليون الديمقراطي. مرحوم؟ ما هلأ تصدقنا الحكم بعد ما صار مرحوم؟ مولانا ما هو صار من امبارح. صار؟ كانوا عم بيطعموه تشردق. يا كوستا عم بحلم بياتينا عظيمة غنية، فكر كيف بدي الغي الفقر. علي الغي الفقرة تلغي الفقر. جيبولي أنيتوس. أنيتوس يا أنيتوس، مين عم يندهني نايم نايم؟ كريتياس بده يشوفك. أنيتوس. نعم سيدي كريتياس. مع انك ديمقراطي بعد ما سألت ليش ما جينا صوبك. ابنك زميلي بالتلمذي عند سقراط، عملوا لي عفو خاص عن أنيتوس. مولانا أنيتوس مش محكوم حتى نعمل له عفو. خليهم يحكموا ويرجعوا يعفو عنه. بينت معاك؟ يطول عمرك عهلفت الكريمي. أنيتوس انت سياسي وتاجر وزعلان من ابنك لانه ما بيستلم عنك التجارة حتى انت تتفرغ للسياسة. صحيح يا كريتياس. وليت لك حل يريحك، صار فيك ترجع لتجارة الجلد، ما عاد في لزوم تشتغل بالسياسة لانه نحن رح نشتغل عنك. لكن يا كريتياس وجود المعارضة ضروري لأنه إلها وجهة نظر تاني للخدمة، بس الغاية وحدة. ومن هون بينشأ الصراع، وعلى الطول بينسوا الفريقين الخدمة وبيبقى الصراع لأجل الصراع وامتلاك السلطة. بدو يدل في أخطاء بس ما بتعادل إلغاء الحريات. أنيتوس الدولة بحالة عجز لأنه أصحابك الديمقراطيين نهبوها. مش عم بفهم. رح تفهم. بدنا منك تبرع بنص ثروتك لأجل المشاريع. فهمت أو بفهمك الضابط كوستا؟ لا 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 فهمت. كوستا أمرك. بما أنه السيد أنيتوس حضرة مختارا لعنا طبعا، وتبرع بنص ثروته لأجل المشاريع وللحملة ضد الديمقراطيين، قبضوا منه وسهلوا له اشغاله من استيراد وتصدير وحموله الدباغات، زيادة بتكريمه حطوا له محاسب من عندنا. محاسب من عندكم؟ قديش بدي اشكرك، غمرتني بلطفك. بقدر روح عبيتي بالسلامة. أنيتوس تعال. تكريماً إلك رح سهرك معي الليلة ومحضر لك مفاجأة. يا ابن أنيتوس غني. شهر السيف قبال عيوني وقالوا انكرها، لا بقى صوبة تروح وتتكب أناطرها. تنساني يميني تنساني الخطايا، إذا شي نهار بتشرق شمس وما بذكرها. شهر الصيف قبال عيوني وغالي انكرها، لا بقى صوبة تروح وتبكب أنا طرها. تنساني يميني تنساني الخطايا، إذا شي نهار بتشرق
جهر السيف قبال عيوني وقام انساها إلك الأرض المال وهالخيل مرعاها شهر السيف قبال عيوني وقام انساها إلك الأرض المال وهالخيل مرعاها شوف الدنيا صغيري مثل الحبس صغيري شوف الدنيا صغيري مثل الحبس صغيري إذا ما كنا إذا ما كنا يا هالدنيا أنا ويا شهر الصيف قبال عيوني وقال انكرها لا بقى صوبة تروح وتبكي بقى ناطرها إنساني يميني تنساني الخطايا إذا شنهار بتشرق شمس وما بذكرها هروب بده يقتلك أنيتوس لوين يا بي ليلي استدعاني واخذ نص الثروة يمكن على بكره ياخذني الي انتو السياسيين بتلعبوا بقدركن انا رايح انضم للثوار الديمقراطية بدها ترجع بدعي لك بالتوفيق مرة أخيرة يا ابني عمين بدي اترك هالامبراطورية المالية انا كل اللي جمعتن الك يا بي يا انيتوس انا كرست حياتي للحكمة والبساطة شفت سقراط اخطر من كريتياس ولازم يتحاكم قبل ما يفوت الوقت توكل يا بي بهالليل وغادر اتينا على حصانك الابيض اسلوك الطرقات السرية وخلفك ثروتك عقافلة يمكن تحتاج لاسترجاع أتينا أنيتوس ليكن الثوار أعلنوا الزحف على أتينا أنا جاهز بس في خلايا ثورية بالمدينة لازم نفهمها مهمتها خد تذكر يا بشحات أضمن Thank you.
ولو يا بيي، وانت الزعيم الاول والغني الكبير، وامبراطوريتك الملية ما لها حدود، كنت محسبك رح تترك أتينا عحصانك الأبيض بموكب ملكي وخلفك عبيدك وثروتك عم تجر. ما تريك لما إجا الوقت فليت بتياب شحات. احفظوا اللي بدي أقول، لازم يكون عنا الجرأة حتى نعلن عن أفكارنا ونخليها مطابلة أفعال. أكيد يا سقراط، ونلاحقها لنقطة البداية اللي منها خلقنا، وندعي الآخرين حتى ينتقدوها. قلي يا سقراط، وين حدود الديمقراطية؟ وين بتبدأ وين بتخلص؟ الدولة الديمقراطية مثل غيرها، كل ما قويت كل ما هددت حرية الآخرين وصارت استبدادية أكثر، كل ما قويت كل ما بتقوى على حساب الفرد وحقوق الإنسان. والتفت على هالعالم وشو؟ حرام ما تسجل أفكارك يا معلم. عم نسجلها أنا وكزانوفون. أنا بحياتي ما شفت أكذب من هالشاب. عم بيقولني إيش يا ما قلت؟ مين قال هيدا اللي كتبته؟ أنا خايف يحرفوا لك أفكارك ويضيع سقراط الحقيقي بين أفلاطون وكزانوفون. وفي كتير غيرهم رح يحرفوا لي أفكاري. هيدا لأنك توعظ هالناس وبتمشي. أنا الزارع اللي بيرمي البذار بالأرض، وأرضي هي الناس. لما بتحكي توصل الفكرة للسامع رأساً بصدق وحرارة. ولما بتكتب؟ لما بتكتب بصير بدك تنقي الكلمات وتقدم وتأخر. الحكي حياة، الكتابة جماد، لكن الأفكار متى صارت بالكتب بتخلد. أنا شو بدي بالخلود؟ أنا بدي حاكي هالناس اللي عم يتعذبوا قدامي، ينسوا اسمي مش مهم، بس ما ينسوا كلام. ويمكن على الأيام صورتك تفقد الوضوح. أحلى كتير، صير إنسان عم يتنزه بضباب التاريخ بين الموجود والمش موجود. بس يا كريتو اللي جاي تعمله رح أعمله. وين العسكر؟ وين الضباط؟ وين اللي كانوا متلقين القصر؟ راحوا. وين رجالك؟ راحوا. كلهم سعقهم الخوف لما عرفوا انه الديمقراطيين صحفوا عاتينا. يا كريتياس، الناس اللي مش هن الصراع مثل العشب الصغير بيحيد من درب العاصفة. وانت ليش باقي هون؟ روح! انا مرتبط فيك للنهاية. النهاية؟ بهالدرجة مخلص؟ مخلص؟ لا، بس أنا وياك ارتبطنا بموت الآخرين، وقد ما بيكون حجم المصير بيكون حجم الارتباط. أقولك، أنت ضحيتي ولا أنا ضحيتك؟ اثنيناتنا ضحية الحكم يا كريتياس. كريتياس، الجيش ما بيتدخل للدفاع عن الحكم. كل الطوعين؟ في بس حوالي 1000 من أهلك وقرايبك رح يقاتلوا معك. بس 1000؟ ومن أهلي؟ بدي واجه فيهم الزحف الديمقراطي 1000؟ ليش أهلي بدون يدافعوا عن السلطة؟ بعد صلات الدم أقوى من الحضارة، وعصبية القبيلة أصدق من الفلسفة. تيغان معلمتنا يا سقراط، روح ساعده. يا معلم سقراط، وينك؟ فهمني شو لازم اعمل. روح لقدرك. اللي كلمة وعظني، زمان ما وعظني. ايام الوعظ راحي. شاعر اني معزول، كل اللي قدرت جمعته 1000 من اهلي، والجيش ما رضي يقاتل عني. الجيش بده قضية قاتل عنا،
بالأول قاتلت عنك سبارتا، أنت ما عندك غير قضية الحكم. يدافع عن الحكم؟ ناس أغلى من الحكم يا كريتياس. أنا حلمت بأتينا عظيمة، عملت لها معاهدة، حصنت الدولة. أنت وهد 30 ما عملتوا شي للشعب، كل اللي عملته حكومتك هو حماية حالة من الشعب. اللي بهرب على قبرص في مركب ناطر. روح انت وسيفك واجه الديمقراطيين هالعدد القليل. حتى لو كنت وحدك خليك طالع من المقاسي. خايف؟ في شي مبهم جاي. حتى على الموت روح ثابت. أحمر لون الثورة، ذهب لون الحصار، فضي أسر الحاكم، هرب القوات. أحمر لون الثورة، ذهب لون الحصار، فضي أسر الحاكم، هرب القوات. سكتوا يا أولادي، انتوا يا أولاد، عاد كتر من عندكم خرب. سيج بالحراس، شو عمل الحاكم تيخاف من الناس؟ نهب حدا شي، ظلم حدا شي، باع بلاده شي، ولشو يا هالناس وكب الحراس. أحمر لون الثورة، ذهب لون الحصاد، فضي عصر الحاكم، هرب القوات. Yeah.